نبدأ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق لنا العقول والأفهام وأظهر لنا حقائق المعقول وأبان ودلنا على الصحيح من طرق التصور والتصديق والاستدلال، وأعاننا وهدانا إلى استخراج بدائع الأسرار من خلال دقائق النظر والإنعام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء لنا بالإسلام بأفصح منطق وأبين خطاب، وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين كاملين بعدد كمال الله وكما يليق بكماله. وبعد، فاليوم بإذن الله تعالى نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا إلى شرح متن السلم المنورق للعلامة الأخضري الجزائري. وهذه المقدمة أو الدعاء الاستهلال الذي بدأت به هكذا لأنه يتناسب مع موضوع المجلس. موضوع المجلس هو دراسة علم المنطق، لذلك أحببت أن أستهل هذا المجلس بدعائي لله سبحانه وتعالى والتضرع إلى الله بأنه خلق لنا العقول والأفهام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويهدينا إلى استخراج بدائع الأسرار من خلال دراستنا لعلم المنطق. والسلم المنورق هو متن مشهور جدا ومعروف لمن أراد أن يدرس علم المنطق من المبتدئين، فهو متن للمبتدئ في علم المنطق. وهذا المجلس سيكون مجلسا للمبتدئين، والمبتدئ في علم المنطق أيضا على ثلاث مستويات. المستوى الأول الذي يبدأ في دراسة هذا الفن أو هذا العلم هو لا يعلم شيئا عنه من قبل، ثم المستوى الثاني الذي قد علم بعض الأشياء ولكن لم يتمكن بعد، يعني يتعمق قليلا، ثم المستوى الثالث من المستوى الأول، نحن في المستوى المبتدئ، ثم المستوى الثالث من المستوى المبتدئ الذي وصل إلى المنتهى في مستوى المبتدئ. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من هذا المتن ونشرحه، فيما بعد نشرح للمستوى المتوسط ثم المستوى المتقدم في علم المنطق. ولكن اليوم حتى نعلم أن هذا المجلس سيكون للمبتدئين والذين يصعب عليهم فهم هذا العلم. وما أقصده بالمبتدئ ليس فقط الذي لا يعلم أي شيء عن هذا العلم، ولكن أيضا الذي يعلم ولكن لا يفهم، يعني يحفظ فقط. فكثير من طلاب العلم للأسف ها المنطق يكون يعني مقرر عليهم في دراسته، فيحفظون الألفاظ كما هي، وربما يعني يأخذون الدرجات العالية أو النهائية أو شبه النهائية في هذه المادة، ولكن لا يفهمون حقيقة الألفاظ، وبالتالي لا يستطيعون تطبيق هذا العلم في حياتهم أو في العلوم الأخرى. وسنشرح ما هو علم المنطق إن شاء الله تعالى، ولكن أردت فقط أن أعرف في بداية مجلسنا هذا، أن أعرف من يسمع أو يحضر الدرس أننا سنشرح بصورة بسيطة للمبتدئ حتى يفهم فهما دقيقا قويا عميقا ماذا هو العلم في المستوى البسيط. فإذا درس بعد ذلك علم المنطق بصورة متقدمة وأعلى هو يفهم الأساسيات تماما. السلم المنورق نظم مهم جدا لمعرفة علم المنطق. لماذا يعني أخذ هذه الأهمية هذا النظم بالتحديد،
ولماذا اشتهر هذا النظم بالتحديد؟ لأنه اختصر المطولات من كتب المنطق، فصاحب النظم العلامة الأخضري قد استوعب استيعابا كاملا لكل كتب المنطق المطولة، مثل كتب المنطق للشيرازي والتفتزاني والإيجي، وهؤلاء علماء كبار كبار جدا في هذا العلم. ثم بعد ذلك بسط وسهله للمبتدئ ونظم السلم، وهو كما يقولون من كتاب إيساخوجي للبير. هذا النظم الذي بين أيدينا السلم، أعتقد أنكم معكم النظم، كل معه النظم؟ تمام. قد شرح شروحا كثيرة جدا، شروحا كثيرة، حتى أنه ترجم، يعني هذا المتن أيضا ترجم إلى لغات أخرى، ذلك يعني لتميز هذا النظم وبساطته وقوته واشتهاره. وكتبت عليه تعليقات وحواشي واستدراكات، يعني حتى يقال إنه من أشهر المتون في علم المنطق، ويحفظه كثير الكثير، يحفظ هذا النظم الكثير من طلاب العلم، وخصوصا طلاب الماضي، فكان هذا النظم يدرس في الابتدائي ويحفظونه عن ظهر قلب. ويعني بهذه المناسبة أسأل الجميع أن يحفظ هذا النظم حفظا تاما، حتى يعني يستطيع أن يستحضر هذه القواعد في أي وقت يحتاج إليه. ولكن العجب، كل العجب، أن مؤلف هذا النظم ألفه وهو في عمر 21 عاما، ألف، لا أقول درس، أقول ألف هذا النظم. معنى هذا أنه تعلم وقرأ واستوعب كل ما هو يخص هذا الأمر، ثم ألف هذا النظم وهو عنده 21 سنة، 21 سنة، يعني أصغر من كل الطلاب الذين يجلسون أمامي الآن. فرحم الله مولانا العلامة العالم، العلامة عالم المنقول والمعقول، أبو يزيد عبد الرحمن ابن محمد الصغير ابن محمد ابن عامر اليوسين الجزائري الشهير بالأخضري، وهو من علماء الجزائر وعلماء المغرب. هو مالكي المذهب أشعري العقيدة، ومن أبرز علماء الجزائر في القرن العاشر الهجري. ولد في عام 920 وقيل غير ذلك، يعني ولد في عام 920 وقيل 18، اختلف في مولده واختلف أيضا في وقت وفاته، ولكن هذا يعني على ما رجحه بعض العلماء. ونشأ هذا العالم الجليل الإمام الأخضري في بيئة علمية، فمنذ الصغر فقد تتلمذ على والده، فوالده أيضا فوالده عالم جليل كبير، ثم بعد ذلك بعد وفاة والده تتلمذ على يد أخيه الأكبر، أخيه محمد، فهو أيضا عالم. وصفه العلماء، وصفه العلماء بأن الأخضري جمع العلوم العقلية والنقلية، وهو العالم الزاهد الورع ذو القدم الراسخ في المعقول والمنقول. المعقول يعني علوم العقل، والمنقول علوم النقل. وكانت وفاته على الراجح من الأقوال عام 983، 983 على الراجح. وقد توفي هذا العالم الجليل بعد أن أثرى المكتبة الإسلامية بأكثر من 30 مؤلفا وقيل أكثر من 20 في شتى العلوم والفنون. رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. أما المتن فهذا المتن اسمه السلم المنورق، ومعنى السلم أي الدرج، وهذه تسمية حسنة موفقة من العلامة الشيخ الأخضري، فهو يشبه هذا المتن كالسلم الدرج،
يعني يصعد فيه الإنسان من أسفل إلى أعلى، يعني من بداية الصفر في العلوم لا شيء في العلوم، ثم يصعد درج واحدة درجة أخرى درجة أخرى حتى يصعد، قال هذا في المد، إلى سماء علم المنطق. تشبه علم المنطق بالسماء التي يرغب أن يتوصل إليها ونصل إليها. كيف نصل إلى السماء؟ بالصعود على هذا الدرج، يعني درجة درجة. والمنورق أي المزين. وهذا النظم من بحر الرجز، نظمه عام أو نظمه سنة 1941، وهو 21 سنة كما ذكرت. وهذا النظم مكون أو مؤلف من 143 بيتا، وقد نظمه كتاب إيساغوني للإمام الأبهري، واشتهر النظم شهرة بالغة، وترجم كما قلت إلى عدة لغات. وقبل أن نبدأ في قراءة المتن ونشرح هذا المتن، نود أن نبدأ في مقدمة يسيرة جدا جدا عن علم المنطق. فنحن الآن في مجلس لشرح متن من متون علم المنطق. فما هو المنطق؟ من حيث اللغة، فمن لغة، يعني أعني لغة، المنطق من نطاقة، نطاقة، ويطلق على اللفظ والإدراك أيضا، اللفظ والإدراك، وعلى النفس الناطق. طيب اصطلاحا، يعني في المصطلح عند أهل العلم، يقال هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي، أو يتوقف عليها التوصل إلى ذلك. بدأنا هنا في بعض الصعوبات في التعريف. علم يبحث فيه، نبحث في هذا العلم عن ماذا؟ عن المعلومات التصورية. ما معنى معلومات تصورية؟ تصورية أي تصور. ما هو التصور؟ ونقول تصورية وتصديقية. إذن ما هو التصور وما هو التصديق قبل أن نبدأ في هذا العلم؟ ببساطة شديدة، التصور هو مثلا أن أذكر أي شيء، نقول مثلا منديل، كمبيوتر، كوب، أي شيء أذكره هكذا. ماذا يحدث إذا قلت لك مثلا ورقة؟ تتصور الورقة في الذهن، يعني يأتي في ذهنك ورقة فتتصورها فتفهم هذه ورقة. هذا هو التصور فقط، بكل بساطة هو التصور. أقول لك مثلا الجمال، تتصور الجمال، الحرية، النافذة، العلم، الكتاب، الإنسان، الحيوان، أي شيء، خلاص تصورت هذا الشيء. يبقى التصور أن تتصور، يعني أن تأتي بصورة الشيء في ذهنك، هذا هو التصور. طب والتصديق، ما معنى التصديق؟ إذا قلت في التصور مثلا ماء هكذا، خلاص فقط تصورت صورة الماء، لكن هل تستطيع أن تعطي لي معلومات؟ إذا قلت فقط ماء، تقول لي مثلا هذا الماء نظيف، ماء نقي، ماء ملوث، ماء بحر، ماء نهر، أي شيء؟ لا لا، لأن قلت ماء فقط. يبقى هذا كلمة بسيطة جدا، هذا هو التصور. يبقى هو إدراك. ما هل تعلم معنى إدراك؟ إدراك أن تدرك الشيء، يعني تتصوره. الإدراك هو، سنأخذ هذا بالتفصيل، هذه فقط مقدمة، يعني الإدراك، إدراك الشيء، أن تتصور الشيء. خلاص أنا أدركت أن ما تصورت الماء، يسمى هذا الإدراك البسيط. لماذا بسيط؟ لأني لا أتصور أي شيء غير ما، يسمى إدراك مفرد. يبقى الإدراك البسيط هو الإدراك المفرد. المفرد ليس له أي معاني غير معنى واحد، ما لا يوجد معاني أخرى. الإدراك البسيط لا يوجد أي شيء غير تصور أو إدراك هذا الشيء فقط، ماء فقط، لا أتصور أي شيء آخر،
ولا أدرك أي شيء آخر. إذا قلت ماء نقي، ماء مقطر، تعلمون الماء المقطر؟ ماء نقي. ليس هذا تصور فقط، لا، تصور. أنا تصورت الماء وحده وتصورت النقاء، إذا قلت نقاء نقي تصورت النقاء، لكن إذا قلت ماء نقي هكذا، إذا هنا أنا نسبت النقاء للماء، حكمت على الماء أنه نقي، حكمت. يبقى إذا حكم، حكم، إذا حكمت على الشيء هنا يسمى تصديق. يبقى التصديق هو كما نقول حكم على الشيء، تصديق. لا أقول أي شيء عن الشيء ولا معلومة غير ذكرت الشيء فقط، تصور. نطبق، نطبق. رجل من باكستان، تصور أم تصديق؟ طيب أنا حكمت أنه من باكستان أم لم أحكم؟ أعطيتك معلومة عن الرجل أنه من باكستان أم لم أقل أي شيء عن الرجل؟ قلت أم لم أقل؟ قلت أنه من باكستان، أنا قلت لك أنه من باكستان، إذا أنا حكمت أنه من باكستان، أعطيتك معلومة عن الرجل، نسبت له شيئا لأنه من باكستان. طيب لو قلت رجل، تصور، تصور، امرأة، امرأة صالحة، كيف يكون التصديق هنا؟ حكمت عليها أنها صالحة، تمام؟ طيب. تصور لا يحتاج إلى شيء غير أنك تعرف، يعني طيب إذا قلت لك مثلا البورصة، البورصة، بعض منا يعرف البورصة والبعض يقول هل تعرف البورصة يا مولانا؟ البورصة لا يعرفها، هل يستطيع أن يتصورها؟ لا يستطيع أن يتصورها، لماذا؟ لأنه لا يعرف تعريف البورصة. يبقى التصور كل هذا من سندرسه بالتفصيل، لأنه قديم علم المنطق وأهمية المنطق. يبقى التصور هنا يحتاج إلى تعريف، وإذا كيف أتصور شيئا لا أعلم عنه؟ لو قلت استغفروب، تصور التسرب، هل تتصوره؟ ما هو حتى أتصوره؟ ما هو التسرب؟ يعني لابد أن تعرفي لي التسرب حتى أتصور، تمام؟ فقلت مثلا سنجاب، البعض يعرف السنجاب هو حيوان والبعض لا يعرف. إذا شرحت السنجاب وقلت لك هو حيوان له ذيل طويل يشبه الفأر، وله بين الأرنب والفأر، وله فرو ويتسلق الأشجار، هنا بدأت أن تتصور، فجئت لك أنا بالتعريف، فعرفت لك هذا السنجاب، فتصورت شكل هذا الحيوان في ذهنك حتى وإن لم تره، لكن تصورت من خلال ماذا؟ التعريف، تمام؟ طيب لو قلت لك مثلا جهاز، مثلا مثلا مايكروسكوب، مايكروسكوب، كيف تعرف الميكروسكوب؟ كيف تتصوره؟ إما أن أريك مايكروسكوب صورة، آتي لك بصورة المايكروسكوب، أريك الميكروسكوب نفسه فتقول هذا مايكروسكوب، إذا أنا عرفت الآن. أستطيع في مرة أخرى أقول لك مايكروسكوب تتصوره، أو أشرح لك ما هو الميكروسكوب، عدسة إلى آخره. يبقى هذا هو التصور. التصور لابد فيه من ماذا؟ من تعريف. التصور لابد فيه من التعريف أولا، تمام؟ هل ذهب الشيء؟ ذهب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب ممكن أن يأتي من فضلكم أحد؟ ممكن أن أقضي على هذا الشيء؟ جزاكم الله خير. نقول التصور يحتاج إلى التعريف، وإلا لا أستطيع أن أتصور الشيء.
يجب أن يكون معرفا، تمام؟ فهمنا التصور؟ لو قلت امرأة، تستطيع أن تتصور امرأة؟ عرفت معنى امرأة، رأيت امرأة فأنت تعرف، صالحة فهمت أنت معنى الصلاح. امرأة صالحة، هنا تصديق، حكمت على المرأة بالصلاح. ماذا يحتاج التصديق؟ حجة، دليل، وما الدليل على أنها امرأة صالحة؟ تقول هذا الرجل محدث. هذا تصور أم تصديق؟ تصديق. تعرف معنى الرجل، تتصور الرجل، وتعرف المحدث، من هو المحدث؟ إذا تصورت أنت الرجل وتصورت المحدث، تصورت، لكن لا، أنا الآن حكمت، هنا نسبة. التصديق الرجل محدث، يحتاج هذا التصديق إلى ماذا؟ حجة واستدلال، تمام، ودليل. هذا هو التصديق وهذا هو التصور. يبقى التصور هو مجرد إدراك الشيء فقط، والتصديق إدراك النسبة أو الحكم، والتصور يحتاج إلى التعريف، والتصديق يحتاج إلى الحجة أو الاستدلال أو الأدلة، تمام؟ التعريف مرة أخرى نقول هو علم يبحث فيه عن المعلومات التصورية والتصديقية. معلومة تصورية يعني أعرفها وتصورها، والتصديق الحكم والنسب، من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري. مجهول تصوري يعني ماذا؟ يعني أحتاج علم المنطق إذا كان عندي تصور، لكن هذا التصور مجهول لا أعرفه. كما قلت مثلا ل، ما اسمك؟ عبد الله. طيب شايف عبد الله البورصة، هو لا يستطيع أن يتصور البورصة، يبقى إذن هي تصور ماذا؟ مجهول. بالمنطق نأتي له بتصور معلوم يعلمه، يعني أقول له البورصة هذه تبحث أو تعمل في المعاملات المالية، وأشرح له، شرحت له هذا، شرحت له بمعلومات يعرفها هو، حتى يبقى معلومات يعرفها، معلومات تصورية معلومة يعرفها بشيء معلوم، شرحت له بشيء ليتوصل بها بهذا المعلوم إلى شيء ماذا؟ مجهول، حتى يصل إلى تعريف أو تصور أو معنى البورصة. فهمنا؟ يبقى وكذلك في التصديق، كذلك في التصديق يبقى يبحث فيه عن المعلومات التصويرية والتصديقية، من حيث إنها توصل، هذه المعلومات التي نعرفها توصل، نصل بها إلى ما لا نعرفه من التصور والتصديق. فهمنا؟ طيب. أو هو علم يعرف به، تعريف آخر، علم يعرف به كيفية الانتقال من أمور حاصلة في الذهن، يعني أمور معلومة. كيف أنتقل بعلم المنطق؟ أعرف كيف أنتقل من أمور معلومة حاصلة في الذهن، يعني معلومة، شيء حاصل في الذهن يعني متصور، هذا هو التصور. أي شيء حاصل في الذهن يعني متصور، تمام؟ من أمور معلومة إلى أمور مجهولة أريد أن أحصلها، لا أعرفها وأريد أن أحصلها. الله قادر، الله قادر. جئت إلى إنسان لا يؤمن بأن الله قادر، فقلت له الله قادر، هذا أمر مجهول بالنسبة له، لكن يعلم الله ويعلم القدر. وبدأت أن أشرح له بأمور يعلمها هو، وأنتقل به من أمور يعلمها هو، حتى أصل به إلى أمر مجهول عنه، وهو قدرة الله وأن الله قادر، حتى أصل به إلى هذا. هذا علم ضروري جدا 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 في ماذا؟ نعم؟ لإثبات، نعم، أو النفي، لإثبات الشيء أو نفي الشيء، هو علم مستدل به. فالآن هذا العلم
علم يعني أرى أنه فرض عين على طلاب العلم، على طلاب العلم ليس على يعني فرض كفاية على الناس عموما، لكن على طالب العلم الشرعي فرض عين، وخصوصا في هذا العصر. لماذا؟ كيف نخاطب العقلاء؟ كيف نخاطب العقلاء؟ العقلاء الذين يستخدمون عقولهم بصورة منضبطة، هذا هو المنطق. المنطق هو قواعد منضبطة تعصم الإنسان عن الخطأ في الفكر. هو يستخدم، هو يفكر بطريقة منطقية، يعني ماذا؟ طريقة منضبطة. فلا بد حتى أخاطبه وأتكلم معه عن الله أن أخاطبهم بطريقة منضبطة، عقلية منضبطة، هذا هو علم المنطق. قال العلماء هو قانون علم المنطق يعصم الإنسان أو تعصم مراعاته، تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في التفكير. طب هل هو بذاته يعصم الذهن عن التفكير، عن الخطأ في التفكير؟ يعني هل لو درسنا علم المنطق عصمنا عقولنا من الخطأ في التفكير؟ نعم أم لا؟ يعني بمجرد دراسة هذا العلم هل يعصم الذهن من الخطأ في التفكير بمجرد الدراسة؟ أحسنتي، ما شاء الله، ما اسمك؟ ما شاء الله، أحسنتي. لا، ليس بمجرد الدراسة، ولكن بمراعاة هذا العلم، مراعاة قواعد هذا العلم، بمراعاة قواعدي، معناها بتطبيق القواعد، بتطبيق القواعد. طبيب درس الطب ويعلم أن التدخين مضر بصحته، هل مجرد العلم هذا هو لا يضر بصحته؟ لا، لابد أن يطبق ما درس. فإذا دخل الطبيب نقول أنه يعلم ودرس هذا العلم، ولكن لا يراعي قواعد هذا العلم، فإذا لم يعصم جسمه من المرض. فهمنا؟ يعني ليس مجرد الدراسة تعصم، ولكن لابد من مراعاة القواعد، من مراعاة أي تطبيق، كما قالت الشيخة إحسان، الشيخة هدى، مراعاة العلم أي تطبيق هذا العلم. فيجب علينا أن نفهم ونطبق حتى نعصم العقل من الزلل، الوقوع في الخطأ. وموضوع هذا العلم، موضوعه يبحث في ماذا؟ شيئين، يبحث في شيئين. أحسنت، وطن محمد، محمد شيخ محمد، تصور وتصديق، تصور وتصديق. من وضع هذا العلم؟ أرسطو. نعم، أرسطو هو وضع هذا العلم بالشكل الممنهج، بشكل منهجي. طيب أسماء هذا العلم، يسمى علم ماذا؟ المنطق، وأيضا معيار العلوم، وأيضا ميزان العلوم، علم الميزان، علم الميزان أو معيار العلوم. والإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي رحمة الله عليه، ألف كتابا اسماه معيار العلوم، وهو في المنطق، معيار العلوم. طيب كما قلنا فائدة هذا العلم يعصم الذهن إذا راعينا هذه القواعد، تمام؟ وحكم هذا العلم، حكم تعلمه شرعاً، فرض عين نحن نقول هذا، ماذا قال العلماء عنه؟ وسنأتي هذا في المقدمة، في مقدمة الناظم في المنظومة. نقول كل العلوم بلا استثناء تدور حول تصور وتصديق. أي علم، يعني كيف تدرس أنت الطب؟ كيف تدرس الهندسة، التجارة، الحديث، التفسير؟ تصور وتصديق. يعني تدرس مثلا الكواكب، يقول الله سبحانه وتعالى مثلا والسماء رفعناها، مثلا طيب السماء
تصور، السماء رفعناها تصديق، تفسير. تصور تصديق، فهو هذا العلم هو الذي يبحث في التصور والتصديق. فكيف يكون العمل بهذا النقل الذي بقدراتها عليه؟ لا يستطيع الانسان ان يفاد عنها العالم. فكل علم لا يخلو من تصور وتصديق. إذا كان الأمر هكذا، لماذا نسأل؟ ما حكم تعلم هذا العلم؟ إذا كان هذا الأمر بهذه البساطة، فلماذا نسأل ما حكم تعلمه؟ ما حكم تعلمه؟ نقول في الماضي اختلطت كتب المنطق في الماضي بكلام الفلاسفة لا غبار عليهم، ولكن يعني كلمة، إذا أطلقت كلمة يجب أن نفهم هذا الأمر. كلمة الفلاسفة على الإطلاق هكذا كلمة لا شيء فيها. الفلاسفة كالأطباء، كالمهندسين، كالمدرسين، كعلماء التفسير، كعلماء الحديث، يعني مطلق الكلمة الفلاسفة لا شيء فيها. بعض الناس للأسف الشديد يقولون كلمة فلاسفة والعياذ بالله، الفلاسفة أضلهم الله الفلاسفة، وكأن كون الكلمة فيها شيء من التحريم يعني، أو محرمة، أو الاشتغال بالفلسفة على الإطلاق محرم هكذا. طبعا هذا يعني من الخطأ الكبير الذي يقعون فيه. فالفلسفة علم ككل العلوم، الفلسفة علم ككل العلوم، ولكن ماذا تقول أنت يا فيلسوف؟ ماذا تقول؟ هنا نحكم على كلامك. ماذا تقول أنت يا عالم التفسير؟ قد تقول كلاما لا يليق، إذا نقول هذا الكلام حرام. لا أقول علم التفسير حرام. الطبيب إذا فعل شيئا، مثلا سرق كلية من إنسان إلى آخره، هل أقول الأطباء والعياذ بالله؟ لا أقول هذا ما فعله هذا الطبيب حرام. فنوضح هنا الأمر بمناسبة دراستنا لعلم المنطق، أن الفلسفة في حد ذاتها ليست محرمة، ولا يقول هذا عاقل الفلسفة. حتى تقول لي الإمام الغزالي حرم الفلسفة، لا، يابد أن نأخذ الشيء في سياقه، لا تخرج الشيء عن سياقه. هات كلام الإمام الغزالي وعصر الإمام الغزالي والفلاسفة وكلام الفلاسفة في عصر الإمام الغزالي ورد الإمام الغزالي على ماذا بالتحديد، وأنت تفهم هل يحرم الفلسفة أم يحرم هذا الكلام بالتحديد. هو سماها فلسفة لأنها كانت تسمى في هذا الوقت بالفلسفة، تفهمون هذا؟ فالفلسفة في حد ذاتها ليست شيئا محرما ولا شيئا عيبا ولا أي شيء. ومن تطرق إلى هذا الموضوع أغلبهم أيضا يحرمون المنطق لهذا الأمر. اختلط بعض كتب المنطق ببعض الكلام الذي لا يليق، فقالوا المنطق حرام. وهذا يشبه في عصرنا هذا من يقول البنوك حرام. ماذا في البنك حرام؟ ماذا؟ نعم، بعض الأمور في البنوك، بعض المعاملات في البنوك حرام، نعم، لكن فصل لي، لأنها تأخذ الشيء على إطلاقه هكذا، ليس هذا هو العلم. التلفاز حرام. طب إذا لو كنت أشاهد مثلا تفسيرا للإمام الشعراوي. الكمبيوتر حرام هكذا. هذا يعني نحن ندرس الآن القواعد المنضبطة حتى نعصم الذهن على التفكير، عن الخطأ في التفكير. فاختلف العلماء في الماضي على ثلاثة أقوال في الاشتغال بالمنطق وعلم المنطق. سندرس كل هذا الآن في دراستنا للمد إن شاء الله تعالى، ونشرح لماذا اختلفوا. ولكن مبدئيا أقول لكم، المنطق الذي يدرس الآن لا خلاف فيه، ولم يختلف فيه حتى علماء الماضي، حتى الإمام النووي وابن الصلاح الذي ذكر عنه من، نعم، ليس هذا المنطق الذي نقول به، منطق الذي اختلط بأمور أخرى، تمام؟ فالخلاف ليس في هذا المنطق البتة، الخلاف في المنطق في الماضي الذي اختلط بأمور أخرى، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في المتن، ونرجو أن يقرأ أحد منكم المتن. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، وحط عنهم من سماء العقل
كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شروط المعرفة. هل يوجد ميكروفون الناس لا تسمع؟ من يحضر معنا؟ طب ممكن ترفع صوتك كثيرا؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجا وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شروط المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مكتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجا يخوض في بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهه بأنجم من في الاهتداء. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الأبيات. الحمد لله، الحمد تعريف الحمد طبعا كل عادة كل العلماء أن يبدأوا المتون أو الكتب بالثناء على الله أو البسملة أو بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه، هذه هي على كل العلماء في التأليف. فنقول الحمد والشكر. الحمد هو الثناء، الثناء مطلق الثناء يعني بالكلام على محمود، على الكلام على من نحمده، أثني على من أحمده بجميل صفاته مطلقة سواء كانت من باب الإحسان أو من باب الكمال، يعني أحسن هذا المحمود الذي أحمده إلي أو أثني عليه بصفاته الجميلة لكمال صفاته، فهو مطلق الثناء بالكلام على المحمود بجميل صفاته مطلقا سواء كانت بسبب الإحسان أو من باب الإحسان أو من باب الكمال بسبب كماله. أما الشكر فهو الثناء بالكلام والفعال، يعني بالكلام وغيره ليس فقط بالكلام، يعني قد يكون الشكر بالقلب يبقى بالكلام والأفعال وغيرهما، ممكن أن يكون بالقلب على المنعم الذي أنعم عليه، على المنعم الذي أنعم عليه بسبب إنعامه. مثلا الشكر يجوز من البشر للبشر، من لا يشكر الله إلا من لا يشكر الناس، فهنا أثني على هذا الشخص الذي أسدى إلي معروفا أنعم عليه، تمام، أثني عليه بالكلام أو بالفعل، يعني هو أنعم عليه بشيء أنعم عليه بشيء هنا بالفعل أو بالقلب يمكن له الكثير من الحب والاحترام والتقدير بهذا على المنعم الذي أنعم عليه بسبب إنعامه. وبين الحمد والشكر عموم وخصوص، الحمد أعم نعم سببا في السبب وأخص محلا والشكر العكس. الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو علم على الذات الواجب الوجود، الله علم على الذات الإلهية واجب الوجود، واجب الوجود الذي قد أخرج أي أظهر، الله سبحانه وتعالى الذي قد أظهر نتائج الفكر، نتائج جمع نتيجة. ما هي النتيجة؟ نحن في علم المنطق فكل شيء نفسره من جهة هذا العلم، النتيجة هي القضية اللازمة، قضية لازمة لقضيتين لمقدمتين، قضية لازمة لمقدمتين، هذه هي النتيجة. مثال نقول مقدمة، سأبدأ بمقدمة أقول مثلا العالم متغير، هذه مقدمة، العالم متغير، كل متغير حادث، العالم متغير، كل متغير حادث، إذا العالم ماذا؟ حادث، هذه النتيجة. إذا النتيجة لا نتيجة تكون لازمة لمقدمتين، مقدمة ومقدمة نأتي منهما بالنتيجة. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب، أرباب جمع رب وهو الصاحب، أرباب الحجة أي أرباب العقول، أرباب العقول الحجة العقل أصحاب العقول،
وحط عنهم، حط طبعا هذا البيت الأول، الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة، ما فيه يعني هذا البيت واضح فيه براعة الاستهلال. ما معنى براعة الاستهلال؟ احنا نحن قلنا في هذا المستوى لا نريد أن نكرر ألفاظا هكذا نفهمها. ما معنى حين نقول بدأ الناظم ببيت أظهر فيه براعة الاستهلال؟ ما المقصود ببراعة الاستهلال؟ يبدأ بالكلام المقدمة يوحي بالمضمون. أحسنت. أن يتكلم أو يذكر المؤلف في بدء كلامه، أن يذكر المؤلف في بدء كلامه كلاما ينبئ عن مقصوده، كلاما ينبئ عن مقصوده. فهنا المؤلف الناظم العلامة الأخضري قال الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر، هو علم المنطقة ينبئ عن ماذا؟ عن علم المنطق، نتائج نتيجة جاءت من مقدمتين الفكر، فعلم المنطق هو الآلة التي تعصم الذهن من الخطأ في الفكر لأرباب الحجة، العقل تعصم العقل، تمام؟ تنبئ عنها. وحط عنهم من سماء العقل، حط أي أزال، أزال عنهم، عن من؟ من سماء العقل كل حجاب. وحط عنهم، عن من؟ أرباب الحجاب. ما شاء الله أحسنت. يتكلم عن أصحاب العقول، أصحاب العقول، تمام؟ فحط، أزال الله عن أصحاب العقول، يحمد الله المؤلف، يحمد الله أن الله سبحانه وتعالى أزال عن أصحاب العقول الحجب، الحجاب، الحجاب الذي يحجب عنهم ماذا؟ العلم. ما الحجاب الذي يحجب العلم؟ الجهل، الجهل. فيحمد الله على ذلك فيقول وحط عنهم، أي أزال عنهم أصحاب العقول من سماء العقل، أي عن، من هنا بمعنى عن، أزال عن سماء العقل كل حجاب. الحجاب هو الحائل الذي يحول بينك وبين الشيء، تمام؟ حجاب حيث لا تستطيع أن تصل إلى الشيء. أزال الله سبحانه وتعالى من سماء العقل، أي عن سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل. شبه الجهل بأنه سحاب، كالسحب في السماء، حين تأتي السحب في السماء تحول بينك وبين رؤية ما وراءها، الشمس، تمام؟ هكذا. طيب وما هو الجهل؟ الجهل يكون إما بعدم علم الشيء، أنا أجهل مثلا بالموضة لا أعلم ما هي، يبقى هنا هو الجهل، أو إدراك الشيء على خلاف ما هو، بإدراك الشيء على خلاف ما هو، هذا أيضا جهل. أقول مثلا لك هل تعرف علم المنطق؟ تقول لي نعم، علم المنطق هذا الذي يعني يبحث في أواخر الكلمات. أقول لك هذا جهل، لأنك أدركت الشيء على خلاف ما هو عليه. لا، ليس هذا. أو تقول منطق، ما هو علم المنطق؟ هذا هو الجهل. يبقى عدم العلم بالشيء أو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، كأن هذا الجهل كالسحاب يخفي وراءه، أو يعني العلم كما تخفي الصحف ما وراءه. حتى بدت، أي ظهرت لهم شموس المعرفة. شبه المعرفة كأنها الشمس تنير الدنيا كلها. فكذلك العلم، المعرفة، يعني المعرفة هنا يقصد بها العلم، المعرفة التي هي كالشمس. حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مخدراتها. مخدر جاءت من كلمة خدر، وهو الستر، خدر الستر. يقول مثلا العذراء في خدرها، العذراء في الحديث كالعذراء في خدرها، أي في سترها، يعني لا تكون هكذا مباحة للعامة. فكلمة خدر ستر، هنا مخدر،
يعني مستور مستور، تمام. رأوا مخدراتها، أي رأوا الأمور التي كانت مستورة، التي كانت مخدرة أي مستورة مخفية، حدث لها ماذا؟ انكشفت وبانت وظهرت لهم فعلموها، أصبحت ظاهرة. يبقى يحمد الله سبحانه وتعالى، المؤلف هنا يحمد الله أنه أظهر لأصحاب العقول الأمور التي كانت خفية عنهم، أظهرها لهم وعلمها لهم. فانتهى أي زال الحجاب عن العقول لما ظهرت شمس المعرفة بعد أن كانت خفية ومستترة. نحمده جل، نحمد الله جل أي عظم على الإنعام. طب هو في الأول، في البيت الأول قال الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر، وفي البيت الثاني عاد وكرر الحمد، نحمده جل على الإنعام. لماذا كرر هنا حمدا ثانيا؟ الحمد الثاني هنا قيده بالإنعام، بالإنعام بماذا؟ بنعمة الإيمان والإسلام، فقيده بهذه النعمة، يقول الحمد لله هنا الحمد نعمة يحمد الله عليها، يعني الحمد نفسه أن الله سبحانه وتعالى ألهمنا الحمد هي نعمة تستحق الحمد. فلذلك قال نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، يعني نحمد الله أيضا مرة ثانية على أنه وفقنا للإيمان والإسلام فألهمنا الحمد، فنحمده على الحمد. وقال العلماء في الشكر عين الشكر، يعني أفضل يعني درجة في الشكر، عين الشكر، حقيقة الشكر، حقيقة الشكر هو أن تعلم أنك عاجز عن الشكر، كيف نشكر؟ لا نستطيع أبدا أن نوفي شكرا لله تعالى، فعين الشكر هو العجز عن الشكر. وقالوا الشكر نعمة تحتاج إلى شكر، والشكر الثاني نعمة تحتاج إلى الشكر، وهكذا. فالشكر لا ينتهي لله سبحانه، والحمد لله سبحانه وتعالى لا تنتهي، كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، كما يليق، لا نستطيع أن نحصي ثناء عليه سبحانه، وكما أثنى على نفسه على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. وهنا لم يقل بنعمتي الإيمان والإسلام، قال بنعمة، لأن الإيمان والإسلام نعم شيء، يعني إذا فقط إذا كانوا في جملة واحدة فرقنا بينهم بأن الإسلام هو أفعال ظاهرة وقول باللسان، أما الإيمان فهو ما وقر في القلب وصدق العمل، هو التصديق بالقلب إذا جاءوا يعني معا. وقال هنا نحمده جل على الإنعام ولم يقل على النعمة، فهنا الإنعام وصف غير النعمة، لأنه لو حمد الله على النعمة كان موهما بماذا؟ بأنه يحمده على هذه النعمة فقط، لكن قال على الإنعام على الوصف، لكن لو قال الحمد لله على النعمة كأنه يقول أنا أحمد الله على هذه النعمة فقط، فلذلك اختار أن يستخدم الوصف الإنعام ولم يقل النعمة. يبقى الحمد على الوصف لا يوهم اختصاص الحمد بالنعمة. من خصنا بخير من قد أرسل، من خصنا، من هنا اسم موصول، يعني أن نحمد الله سبحانه وتعالى على من، على إرساله من خصنا، أن الله سبحانه وتعالى نحمده أن الله خصنا، نحمد الله على الإنعام، كأنه يقول نحمدك يا رب بأنك خصصنا بخير من قد أرسلت. فمن نحمد، نحمد من، نحمد من خصنا، من الذي خصنا؟ الله سبحانه وتعالى. نحمد من هو اسم موصول، خصنا، خص من، نا هنا تعود على من، على المسلمين، من الذي، من الذي بعث الله له سبحانه وتعالى الرسول، المسلمين. وقال بعض العلماء هنا عامة،
ليس على وسواس فقط، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. فالمقصود هنا، البعض يقول المقصود هنا خصنا نحن، يقصد بها من؟ أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ قولان، بعضهم قال خصنا هنا المقصود بها أمة الإجابة فقط، يعني يقصد المسلم، والبعض قال المقصود بها أمة الدعوة وأمة الإجابة، يقصد الناس كافة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، أرسل الله للناس كافة، هو الخاتم صلى الله عليه وسلم. من خصنا بخير من قد أرسل، من مقصود بها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو خير من أرسل للعالمين، وخير من حاز، حاز أي فاز، جمع ملك، حاز المقامات الرتب، مقام رتبة درجة مراتب العلا، المقامات العالية، المقامات أي الرتب أو المراتب العالية، مرتبة بعد مرتبة، درجة بعد درجة، فهو صلى الله عليه وسلم قد حاز كل العلا، كل العلا صلى الله عليه وسلم. محمد بدل من خير، من خصنا بخير من هو هذا الخير؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سيد كل مقتفى، سيد من السيادة، والسيادة هنا تدل على ماذا؟ إذا قلت محمد صلى الله عليه وسلم سيد، أي متولي أمر السواد، متولي أمر السواد، فهو سيد المتبوعين صلى الله عليه وسلم، سيد كل مقتفى، مقتفى يعني كل من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، اقتفى أي اتبع، سيد كل متبع، هو سيد المتبوعين وسيد التابعين، سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. العربي، النبي العربي، الهاشمي يعني من بني هاشم، المصطفى أي المختار، المجتبى الذي اجتباه اختاره الله من دون الخلق صلى الله ما دام الحجى. صلى، الصلاة كما تعلمون أنها الدعاء، ولكن إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهي الرحمة، وإذا أضيفت إلى الملائكة فهي الاستغفار، وإذا أضيفت إلى غيرهما فهي الدعاء. صلى الله، صلى عليه الله ما دام الحجى، الحجى العقل، يخوض، صلى عليه الله ما دام الحجى، يخوض، يخوض أي يخوض من بحر المعاني لججا. ما هي اللجة؟ اللجج جمع لجة، وهي الشيء الصعب، المراد هنا المعاني الصعبة، اللجة يعني الشيء الصعب. فيقول الناظم صلى الله على النبي المصطفى، صلى الله صلاة دائمة تدوم بدوام خوض العقل في المعاني الصعبة، يعني كل الإنسان دائما يفكر يفكر يفكر، وسيظل هكذا إلى يوم القيامة، فكأنه يقول صلاة دائمة موصولة بدوام تفكير، هذا ما يريد، ليست مقيدة يعني فقط، ولكن هي دائما موصولة. صلى عليه الله ما دام الحجى أي العقل، يخوض من بحر المعاني لججا، يعني يخوض يعني يحاول أن يفهم هذه المعاني الصعبة عليه. وآله، الآل، آل النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إما هم أهل العباءة أو الآل أي أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي، أو الآل هو كل تقي مؤمن، كل تقي مؤمن من آل النبي. صحب، صحب اسم جمع لكلمة صاحب، يعني عندي صاحب أصحاب، تمام، لكن عندي هنا كلمة صحب، صحب اسم جمع من صاحب، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم صحب وصحابة وصحابي. من هو الصحابي؟ هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم
مؤمنا، لقيه مؤمنا حال حياته ومات على الإسلام، ومات على الإسلام يعني لم يرتد. طب إذا ارتد أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد مرة أخرى للإسلام، على الأشهر أنه من الصحابة، حتى ولئن تخللت الردة ولكن مات على الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ذوي، ذوي جمع كلمة ذو أي صاحب، ذوي الهدى أي أصحاب الهدى. من شبهوا، الذين شبهوا بأنجم في الاهتداء، شبهوا يعني أصحاب النبي، الذين شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أنجم، جمع النجم نجوم، في اهتداء يعني نجوم تهتدي بهم في علوم الشريعة كما نهتدي بالنجوم في السماء في سفرنا. يشير هنا في هذا البيت إلى الحديث المشهور أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يشير إلى هذا الحديث. ونقف هنا وقفة يسيرة على هذا الحديث. إذا بحثتم عن هذا الحديث في الكتب الصغيرة ليست الكتب المطولة، أو بحثتم على محرك البحث سريعا، ستجدون يعني أكثر ما تجدون أن هذا الحديث موضوع، موضوع هكذا موضوع، وبعض الأماكن القليلة ستكتب عن هذا الحديث ضعيف جدا، تمام؟ ولكن بعد التحقيق من أهل الحديث المشهود لهم بالعلم، وهذه الكتب موجودة في المطولات، يعني الكتب الحديث المطولة حتى الكتب القديمة جدا، لم يقل العلماء فيه أنه حديث موضوع، وإنما قالوا حديث ضعيف، والبعض قال أنه حديث ضعيف جدا، تمام؟ أو ضعيف. ومن قال أنه ضعيف جدا ذكر أكثر من رواية للحديث، ونحن نعلم في علم الحديث أن إذا تعددت الروايات للحديث الواحد الضعيف جدا يصبح ضعيفا، يعني يقوي بعضها بعضا ويصبح ضعيفا، من ضعيف جدا إلى ضعيف. غاية ما في الأمر أن هذا الحديث نهاية الحكم عليه أنه ضعيف وليس موضوع، وستجدون في محركات البحث أو الكتب الصغيرة في الحديث أنهم يقولون أنه موضوع، وهذا ليس بالصحيح ولا بالدقيق أبدا، فلا تتداولوه ولا تتناولوه. هو نعم ضعيف، نعم ضعيف، لكن هناك حديث أخرى كثيرة وردت تعطي نفس المعنى، ولا يعني مانعة أن نقول أنه ضعيف، يعني ضعيف ضعيف، ولكن المعنى فيه صحيح، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين نهتدي بهديهم، هم الذين نهتدي بهديهم. وفي حديث آخر في قريب من هذا المعنى، النجوم أمنة أهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأصحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمنة، أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وهناك حديث آخر شبيه بهذا المعنى أيضا، ليس أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولكن حديث آخر يقول مشهور أيضا، مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء، من أخذ بنجم منها اهتدى، إلى آخره من هذا من هذه الأحاديث. ثم بعد ذلك يقول الناظم وبعد، تفضل اقرأ بس يعني ارفع الصوت من فضلك. وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار عن غير الخطا، وعن دقيق الفهم يكشف الغطا، فهذا من أصوله قواعدا، تجمع من فنونه فوائدا، سميته بالسلم المنورق، يلقى به سماء علم المنطق، والله أر أن يكون خالصا، بوجهه الكريم ليس خالصا. وأن يكون نافعا للمبتدئ، وأن يكون نافعا للمبتدئ، فيه إلى المطولات يهتدي. نعم.
ثم بعد ذلك يقول وبعد. وبعد هذه الكلمة بعد هو ظرف زمان، ظرف زمان وظرف مكان أيضا. طيب قد يكون هنا ظرف زمان لأنه بدأ بهذا الكلام أولا ثم بعد ذلك زمان، زمان تحدث عن الأبيات التالية، أو ظرف مكان في الترقيم يعني رقم هذا البيت مكانه بعد الأبيات الأولى. أما بعد هنا المراد بها هذه لفظة تستخدم، نستعمل هذه اللفظة لماذا؟ ننتقل من معنى من كلام إلى كلام آخر. فكلمة فلا نبدأ بالكلام أبدا بها، يعني لا يمكن أن تبدأ كتابا مثلا أو تكتب مقالا فأول كلمة تكتبها وبعد، لأن هذه الكلمة كلمة وبعد تستخدم للانتقال من كلام إلى كلام آخر. فنقول وبعد، يعني تكلمت معك حديثا ثم أنتقل الآن إلى موضوع آخر. فيقول وبعد. وبعد فالمنطق، وقد عرفنا المنطق في المقدمة التي قمنا بها في هذا المجلس، قلنا ما هو المنطق والتعريفات ولا نريد أن يعني نعيد هذا. نقول سريعا المنطق من نطق، مشتق من كلمة الجذر، جذر الكلمة نطق، الفعل الثلاثي نطق. ومنطق هو المصدر الميمي، نعرف المصدر نطق نطقا، نطقا هو المصدر تمام، والمصدر الميمي بإضافة الميم منطق. والمنطق هذا من الألفاظ المشتركة، يعني ألفاظ مشتركة يعني ماذا؟ يعني يدل على أكثر من معنى، فهو يدل على النطق بمعنى اللفظ ويدل أيضا على الإدراك، الإدراك تمام. المراد هنا من كلام المؤلف هو الفن المؤلف، يقصد ماذا؟ يقصد اللفظ، يقصد الإدراك، يقصد ماذا بكلمة المنطق؟ المقصود هنا في هذا الكتاب المؤلف في هذا الكتاب، هذا هو المقصود، الفن المؤلف في هذا النظر وفي هذا الكتاب. لماذا سمي بهذا؟ قلنا أنه يقوي الإدراك ويعصم الإدراك عن الخطأ، يعصم الذهن عن الخطأ، يعصم العقل عن الوقوع في الخطأ إذا تمت مراعاة قواعده. أهم شيء نراعي قواعد. إذن فهو قانون تعصم مراعاته الذهن، يعني تعصم إذا راعينا هذه القواعد عصمنا الذهن، يبقى هو قانون تعصم مراعاته الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير الذهن. فيقول فيعصم الأفكار وبعد. فالمنطق للجنان، الجنان وليست الجنان، الجنان جمع جنة، الجنة البستان أو الجنة المعروفة يعني، جمع جنة جنان وجنات. طيب والجنان أي القلب، الجنان القلب. فالمنطق للجنان نسبته كالنحو للسان، يعني أيضا يقال في علم النحو هو علم يعصم اللسان عن الخطأ في النطق أو في الكلام بالتحديد ليس في النطق، يعصم اللسان عن الخطأ في الكلام. فهاك لا، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ، يعصم يمنع، كلمة يعصم أي يمنع، يمنع الأفكار أي الفكر أي العقل عن غي الخطأ، الخطأ وهو الخطأ، والغي هو الضلال، الضلال. طب لماذا الخطأ نوع من الضلال؟ فذكر الضلال والخطأ هنا من باب عطف العام على الخاص. ما هو العام؟ الضلال هو العام، والخطأ أخص، فالخطأ هو نوع من أنواع الضلال.
فهو يعصم الأفكار عن الضلال أو الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، أي الغطاء عن دقيق الفهم، أي عن الفهم الدقيق، يعني يكشف الغطاء عن الفهم الدقيق، بمعنى أن الفهم الدقيق يكون خفيا ومستورا، يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى علم ليكشف عنه هذا الغطاء، ويجعله بدلا من أن يكون خفيا ومستورا يكون ظاهرا واضحا جليا. بماذا؟ هذه المعاني الدقيقة الخفية المستورة كأنها تحت غطاء، ما الذي يجعلها ظاهرة ومكشوفة؟ العلم. علم ماذا؟ علم المنطق. لماذا؟ لأنه يبحث في التصورات والتصديقات، فيجعلك تتصور الشيء أي تدركه، وأيضا تحكم على الشيء، تحكم على الشيء، تتصوره وتحكم عليه. فهاكا، هاكا اسم فعل بمعنى خذ، هاكا. فهاكا من أصوله قواعد، أصوله الأصول يعني هي الأمر الكلي الذي ينطبق على جميع الجزئيات، هذا هو نقول الأصل، أمر كلي ينطبق على الجزئيات. فهاكا من أصوله قواعد، هذه القواعد تجمع من فنونه فوائد، يعني القواعد، قواعد العلم، قواعد هذا العلم تجمع فروعا، وهذه الفروع فيها الكثير والكثير من الفوائد. سميته بالسلم المنورق يلقى به سماء علم المنطق. سميته أنا أي المؤلف يتحدث عن نفسه، سمى المتن هذا بالسلم، الدرج يصعد الإنسان عليه من أسفل إلى أعلى، شرحت هذا أنا، يستخدمه كالدرج، يستخدم هذا العلم كالدرج، هذا المتن يعني يقصد المتن، يعني هذا المتن بدأ فيه المصنف من أول درجة ويستخدمه الإنسان كالدرج يصعد به، المنورق المزين، يعني وهو يصعد ويتعلم في هذا المتن يجد أشياء مبهجة جميلة، المزين يعني يفرح بها، لأنه كلما يكشف له عن معنى دقيق يسعد الإنسان بهذا، كلما يكشف له عن معنى دقيق يسعد الإنسان بهذا. والله سبحانه وتعالى يقول على الإيمان وزينه في قلوبكم، زينه جعله شيئا جميلا مفرحا يسعد الإنسان، يشتاق إلى الإنسان ويحب أن يبقى معه طول الوقت، فلذلك سماه السلم المنورق، يعني يحب الإنسان أن يظل مع هذا المتن، يصعد درجة 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 درجة، وفي كل درجة يشعر بقمة السعادة لأنه كشفت له عن معاني دقيقة جدا يفهم بها العلوم كلها كلها. يلقى به يعني هذا يستعمل، يستخدم للترقي، هذا المتن يستخدمه الإنسان، يرقى به يعني يستخدم ليرقى به الإنسان، يرقى به سماء علم المنطق، سماء يقصد سائل علم المنطق، يعني حتى نصل إلى كل سماء أعلى شيء، نستخدم إلى نصل شبه العلم المنطق بأنه سماء يصل الإنسان إليه، يعني الشيء المرتفع العالي. فهي مسائل نظمها في متنه هذا يتوصل بها إلى المسائل العميقة أو العالية الصعبة، صعبة الوصول كالسماء، السماء صعبة الوصول إليها، كذلك هذه المسائل صعب الوصول إليها، طب كيف نصل إليها؟ ما العمل؟ ما الحل؟ نستخدم أحسنت السلم. كيف أصل إلى الأعالي؟ الأعالي هي المسائل الصعبة، استخدم السلم، يعني اسم موفق جدا جدا، تقول ومن أنا حتى أصل إلى فهم المسائل الدقيقة جدا الصعبة، نقول لك حتى تصل إلى أعلى استخدم سلم درج، فهذا هو السلم الذي يوصلك درجة درج حتى تصل إلى السماء في العلم.
والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ليس قالصا. والله أرجو هنا دعاء لهذا الإمام العالم القدوة العلامة، وقال عنه العلماء كان صوفيا عالما عابدا زاهدا مجاب الدعوة، فقد استجاب الله دعوته وأصبح هذا المتن نافعا لكل من تعلمه. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه، أي لذاته، لذات الله سبحانه وتعالى الكريم. فهنا حتى لفظ الكريم لفظ موفق جدا للاستخدام، يعني يسأل الله بكرمه هو الكريم وجوده أن ينفع الناس بهذا المتن، ليس قالصا أي ليس ناقصا. ناقص ماذا؟ أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ليس ناقص. ناقص ماذا؟ ناقص البركة، ناقص القبول، ناقص الأجر، ناقص الإخلاص. يعني أسأل الله أن أكون هذا المتن خالصا ولا يكون فيه نقص في إخلاصي، أن يكون ليس ناقصا في نفعه، ليس ناقصا في ثمرته، ليس ناقصا في فوائده، كلمة شاملة. وأن يكون نافعا للمبتدي. من هو المبتدئ؟ من ليس له قدرة على تصوير مسائل الفن الذي يقرأ فيه، ليس له القدرة، هذا هو المبتدئ. يعني حتى التصور، يعني نقول مثلا المبتدئ، مثلا مبتدئ في علم السياسة مثلا، فنقول له والليبرالية بهذا المفهوم، فيقول الليبرالية، ما هذا؟ هو مبتدئ، لا يستطيع أن يتصور المسائل، مسائل الفن، فنشرح له، هذا المبتدئ. طيب، إن قدر على التصور والفهم فهو المتوسط. طيب، إن قدر على إقامة الدليل فهو المنتهي، ليس يفهم ويتصور، ولكن أيضا يستطيع أن يقيم الحجة ويأتي بالدلائل ويستدل، فهو المنتهي في هذا الفن. وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطورات يهتدي، يعني هذا الفن ينفعنا إن شاء الله تعالى إذا أردنا أن نذهب بعد ذلك إلى المطولات في هذا الفن، تكون قد انتفعت وفهمت، فتستطيع أن تفهم بعد ذلك كل المطولات إن شاء الله تعالى. ونختم بفصل في جواز الاشتغال به، وقد تكلمت عن هذا في أول المجلس ونختم به أيضا. تفضل. والخلق في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرم، وقال قوم ينبغي أن نعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لسالم الصريحة، يمارس السنة والكتاب يهتدي به إلى الصواب. نعم، والخلق في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، المشتغل بهذا الفن وهذا العلم، علم المنطق، على ثلاثة أقوال. طيب، ذكر هذا الفصل فصل في جواز الاشتغال به، لماذا؟ لكونه من المبادئ العشر التي ينبغي لكل من أخذ العلم أن يقف عليها. تحفظون أنتم أبيات المبادئ العشر؟ من يحفظها؟ مبادئ؟ نعم؟ مبادئ كلها عشرة؟ نعم، أحسنت. ثم الثمرة، نعم، وفضل ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، أحسنت، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. من يقول الأبيات؟ إن مبادئ، نقول معا، إنما نقول معا أو سويا، ما الأصح؟ معا، لا تقول سويا، سويا هذه ليست صحيحة في اللغة، نسمع الكثير يقول وقد كنا سويا في هذا، سويا لا تصح، إنما نقول كنا معا، معا. إن مبادئا، نقول معا، إن مبادئا كل فن
10. الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم والاسم استمدال حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، وبدر الجميع العشر، بدر الجميع حاز الشرف. العشر، ايه المسائل العشرة، الفنون العشرة؟ الاسم، الحد، الحد يعني التعريف، الاسم يعني اسم العلم، اسم العلم ماذا؟ المنطق، معيار العلوم، علم الميزان، التعريف، الحد هو التعريف، قلنا التعريف. النسبة يعني نسبة، نسبتي إلى العلوم مثلا، هو نسبة المنطق للعلوم، هو كلية لكل العلوم، كل علم لا يخلو إما أن يكون تصور، كل العلم، كل العلوم تصور وتصديق، وحكم، حكم الشارع هنا، هذا ما سنقول الحكم، لذلك ذكره، لأنه من مبادئ إيه؟ المبادئ العشر لأي علم، حكم، ما حكم الاشتغال به؟ ثلاثة أقوال، قلنا أن حكم الاشتغال به جائز بلا خلاف، إنما هذا على تفصيل، سأقول لكم هذه الأقوال على تفصيل. يبقى حكم الاشتغال به جائز، ونقول هو فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ونقول هو فرض، هذا ما أراه أنا، هو فرض عين، فرض عين على كل طالب علم شرعي في عصرنا هذا، فرض عين على كل طالب علم في هذا العصر، يستطيع أن يدافع عن الشبهة، عن الشريعة، ليس يدافع عن الشبهة، يرد الشبهات، يدافع عن الشريعة ويرد الشبهات، فيقول والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. فابن الصلاح والنووي حرما، طبعا مشهور الإمام النووي والإمام ابن الصلاح من علماء الحديث الكبار، حرم الاشتغال بهذا العلم. نعم، لماذا؟ قلنا لما اختلط به في الماضي، وكان ستجدون في الكتب من كلام الفلاسفة، وقلنا لا نأخذ هذه الكلمة على الإطلاق، تمام؟ وإلا فالكثير من الفلاسفة، يعني من فلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي، يعني من العلماء يعني الكبار الذين نأخذ منهم العلم ولهم باع طويل في علوم الشريعة، فحرم لما وجد في عصرهما من اختلاط. وقال بعض العلماء أيضا أن الإمام ابن الصلاح والإمام النووي بعضهم قال هذا لم يفهم ويتعمق في في علم المنطق، فلذلك لم يفهموا ماذا يتكلم عنه فحرموه، لأنهم جهلوا، يعني سبب التحريم جهل، سبب التحريم جهلهم بهذا العلم، فلم يفهموا، فلذلك قالوا هو حرام، لأنهم وصل إلى علمهم بعض الأمور المغلوطة عن هذا العلم فحرم. وقال قوم ينبغي أن يعلم، يعني فرض هنا كفاية أو استحباب، فرض كفاية أو استحباب، ومنهم الإمام الغزالي، أبو حامد الغزالي هو المقال، بل قال أكثر من ذلك، قال من لم يعرف المنطق لا ثقة بعلمه، من لا يعرف المنطق لا ثقة بعلمه، سماه معيار العلوم، يعني كيف يتكلم في العلم من لا، سيخطئ حتما، ونحن فعلا نسمع يعني من يتكلم في العلم بغير دراية بعلوم المنطق يخطئ كثيرا. لماذا؟ لعدم وجود القواعد التي تضبط العلم، لابد من معرفة القواعد لطل. فنقول مثلا نسألهم عن سؤال فيعرفونه، فلا يتم التعريف، فحتى التعريف علم المنطق يعني شرح لنا كيف يكون التعريف منضبطا. والقول المشهورة الصحيحة جوازه، يعني يقول الإمام العلامة الأخضري المشهور والصحيح هو جواز الاشتغال به، لمن كان سالم القريحة، يعني يقظ الذهن مستعد لهذا العلم، ممارس السنة والكتاب،
يعني يفهم السنة والكتاب وخاض في هذه العلوم ليهتدي به إلى الصواب. فهذا العلم يوصل دارس السنة والكتاب إلى الصواب. بهذا العلم يصل الإنسان لمعرفة الصواب في السنة والكتاب. بعلم المنطق، نعم، بعلم المنطق تصل إلى الصواب في علم الشريعة. بعلم المنطق تصل إلى الصواب. وعلم الكلام مبني على علم المنطق، وعلم الكلام وعلم العقيدة، فالعقيدة أصلا مبنية على هذا العلم، مبنية عليه. فهذه أهمية هذا العلم، وأقول مرة ثالثة وأكررها، أصبح هذا العلم ضروريا، وأصبح في من وجهة يعني نظري أنا، هذا ما يعني أراه، أنه واجب الآن على طلاب العلم الشرعي ليعرفوا كيف يردوا على الشبهات، ويردوا بكلام منضبط وبقواعد العلم المعروفة لأصحاب العلوم. والمرة القادمة إن شاء الله نتكلم عن أنواع العلم الحادث، وبأنواع العلم الحادث نبدأ في دراسة علم المنطق. فهذه كانت مقدمة فقط، ولم نتطرق فيها إلى مسائل علم المنطق. إن شاء الله تعالى في المجلس القادم نبدأ في دراسة أول مسألة من مسائل علم المنطق. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا لفهم هذا العلم، وأن يوفقنا إلى استعماله في الخير يا رب العالمين. أسألك يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين أن تجعلنا من أهل العلم المخلصين، وجعلنا يا رب العلم أن نعلم. اللهم ادعنا وصلنا للمعلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحفظ المعلم له أقل 500 جنيه في حفظ المعلم، أقل تقدير يعني، ممكن أكثر، ممكن أقل، لا يعني مثلا تقول لي أحفظ نصف المتن وأخذ 200، أقول لك لا، إما 500 بالمتن كله أو لا. طيب وإذا زادت عن ذلك، مثلا تحفظ المتن ونسألك في الشرح فتجيب فتأخذ أكثر إن شاء الله تعالى. ممكن يعني حد يغلق يعني ننهي الفيديو، لم ينتهي.